مهم بغيت نقول لكم راني نبان في الفيديو راني كنهضر بعقلي، راه حيت كنت شويه مريضه ولكن دابا شويه الحمد لله. مهم انا نخليكم مع الفيديو. عليكم البنات، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو ان شاء الله باحسن الاحوال. المهم عاوتاني رجعت لكم فيديو جديد. هادي ما كاين غير تنسق الملابس تنسق الملابس، هذا الفيديو الثاني. مهم بلا ما نطول عليكم غادي نخليكم نيشان مع الفيديو، وكنتمنى يكونوا هاد لي لوك اللي غادي ندير لكم ينالوا الاعجاب ديالكم ويكونوا زعما نتوما بحال الستايل اللي كيعجبكم وصافي. هادشي اللي كاين، وفي الاخر ديال الفيديو ما تنساوش تقولوا لي ان لوك عجبكم اكثر. يلا المهم نخليكم مع الفيديو. وكانت هادي هي اول لبسه غادي نفتتحوا بها الفيديو. المهم داك السروال اللي في الصراحه اللي كيحمقوني داك النوع ديال السراول، قولوا لي في التعليق واش نتوما كيعجبكم بحال دوك السريولات فيه ديك السميطه لاصقه فيه من القدام، عرفتوا واعر واعر في اللبسه، كيجي قصاورة كيتلبس مع شي كاط ولا مع شي سبرديله كيجي واعر، ولكن من الاحسن انا كنفضل نلبس معاه كاط حيت هو كلاس وداك الشيء وصافي. المهم لبست معاه الجاكيطه ديال الكوير ولبست معاه داك الكاط ديال زارا اللي كنت شريت من الجوطيه، وبالمناسبه البنات راه حتى السروال من الجوطيه كلشي كلشي، هذا الفيديو الشعار ديالو الجوطيه. وهذاك الساك البنات راك هاد الساك هذا راك شريتو من ايسي واكيكي، وقيله دابا شي عامين تقريبا كنت شريتو، كنت حماقيت عليه ودرت الشوه باش نشريه، كنت شريتو ب 150 درهم. وبصراحه البنات عرفتو كيجي واعر في اللبسه، كيجي زويون وكيجي مع كلشي، كتشوفو كيف كتشوفو زعما كيجي مع اللبسه وداك الشيء كيجي خطير في الصراحه في اللبسه. ومع هو اصلا تقريبا فيه دوك ماشي لي زاست خاص، المهم فيه دوك البوطونات بحال اللي تقريبا في البوتيو دوك العقيقات تقريبا كيف بحالو. وفي صراحه بلا ما نهضر انا كلشي قدام عينيكم. هذا اللوك الثاني. المهم دوك صدفات لي في التريكو راه ماما اللي دارتهم ليا، المهم بعدا جاو غزالين دارتهم لي في البيض زوينين البنات. ولبست مع هذاك السروال ديال الجين الواسع هذاك راه كشيتو من جوطيه وقديته لراسي من التحت. ها هو البنات شوفوا كي جا من التحت جا خاطر، المهم خليته واسع كيف ما غادي تشوفوا في الفيديو ان شاء الله، خليته واسع هو اصلا فهمتوا كيجي مزير من الفوق وكيجي حتى لتحت وكيوسع بحال دوك السراول اللي خرجوا دابا، وجا خطيره البنات. المهم هذا قديته غير في الدار ما شريتوش كاع هكاك حيت راه هما كيتباعوا هكاك، وانا قديته غير في الدار ان شاء الله. دابا نبقى ندير لكم دي فيديو غير على دوك الحوايج اللي كنبقى نقاد بحال هكا وصافي. هادشي اللي كاين، المهم نخليكم مع اللوك وصافي. المهم انايا درت سميطه حيت انا من عشاق السمطات، كنحمق عليهم. ديك السمطه راه كشريتها غير ب 20 درهم عند واحد مول ماكياج حدانا وصافي، جات مع اللبسه خطيره. زدت عليها هذيك السبرديله في البيض، انا اصلا كنت كنلبسها انا نخليكم الفوق، كنت كنلبسها مع الفانس وكنت كنلبسها مع التريكو في الكحل. هاد النهار هذا قلت زعما نبدل نديرها مع داك التريكو في البيض وكنلبس معها الجاكيطه ديال الكوير. وكيف ما كتشوفوا كتجي اللبسه خطيره في الصراحه، انا كيحمقني هاد الستيل هذا د الحوايج كنموت عليه، بحال داك الستيل ديال مشحال هادي اللي كانوا كيلبسوا مواتنا وداك الشيء اللي بقيتو عاقلين وصافي. هادشي اللي كاين
كاينه هاد البيسه الثالثه اللي بصراحه البنات انا كيحمقني هاد السيل هذا ديال لي فيست هكا كتجي معاهم ديك السويك في الجنب وهذا كيجيو الصراحه كيحمقوا كيجيو كلاس وكيجيو حتى سبور حيت انا كنلبسهم مع السبرديله كتجيني مريح وكتجيني زعما هكا في اللبسه كتجيني زويونه. كيف ما كتشوفوا انا لبست سروال ديال الجين هكا سامبل جاي من تحت فيه شويه ديال التقطيعات وهذاك راه كتشريته جديد ما كتشريته من الجوطيه وصافي لبست مع هذيك لافيست هذيك راه ديال اختي ودرت مع هذاك السويك اللي كنت شريت بعشر. بالمناسبه الا كنتو مازال ما شفتوش الفيديو ديال السيكان سيرو تفرجوا فيه وصافي لبست مع هذيك السبر ديال الكحله. هنايا عندنا البيسه الرابعه اللي ما بدلت تقريبا فيها والو بدلت غير السروال ديال الجين لبست السروال ديال الجلد وبدلت السبرديله لبست بلاصتها هذاك لي بوط ديال اللي كنت شريت من جوطيه ديال زارا وصراحه البنات هاد البيسه هادي البنات هاد البيسه هادي بلا ما نهضر بلا ما نهضر كلشي قدام عينيكم كلشي 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 كتشوفوا قدام عينيكم صراحه انا كيحمقوني هاد البيسات كي قلت لكم وكيف ما كتشوفوا البيساجات خطيره روعه 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 جات مختلفه تماما على اللبسه الاولى يعني راهي شي حاجه كبسيطه كتبدل لك اللوك كامل. غادي نبان لكم في الفيديو مصدوم وما كنضحك ما حتى شي حاجه قليل في كندير شي حركه حيت البنات كنت مريضه ما شكيت عليكم داكشي علاش كيف ما كتشوفوا في هذه البيسه هذه الثالثه خليت الكولون والكات كيف ما هما اللي كنت لابسه مع اللبسه اللي قبل من هذه ولبست هذه القميجه هذه ودرت معها السميطه وجات خطيره انا بعدا كيحمقوني القميجات كنسطع عليهم ودرت معها هذاك الشابو اللي كنت شريت من سوق الحد لكن بقيتو عاقلين كنت شريته واقيلا بخمسة دراهم ولا بعشرة دراهم وجا مع القميجه خطير خطير خطير. هنايا كيف ما كتشوفوا زدت عليها الجاكيط ديال الكوير اللي في الصراحه عطاتها واحد الاضاءه واعره 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 مع تا الكولون تاع هو ديال الجلد وجات اللبسه واعره كيف ما كتشوفوا الجاكيط ديال الكوير ماشي بالضروري زعما نلبسها يمكننا بحال هكا نحطوها غير من الفوق داكشي ديال العياقه وكتجي واعره. Thank you.
هذا اللوك السابع بالنسبه لي. هذا اللوك هذا من احسن اللوكات اللي كيعجبوني لبسهم. المهم داك الفورو كان شراتو ليا ماما غير من الجوطيه مع داك اللي كيبيع البيجامات. لبست مع ديك البيريه اللي كشريت من سوق الحد والجوبا او لي بوت ديال الجلد سامبل. بصراحه كتجي لبسه زوينه بزاف ودرت معها لشتو ديك السويق في الجنب وجات لبسه زوينه بزاف. وهادي اللبسه الثامنه هاد التريكو هذا ديال جلتها وقت شريتو من جوطيه. لبستو مع داك السروال في الكحل مقطع. داك السروال ماشي في الكحل هذاك فيه شويه ديال الكري. ولبست مع هذيك السبرديله في البيض وستيت مع هذيك الشكيكره صغيره ديال لوفيتون. صراحه جات لبسه زوينه هكا سامبل زعما هادي ديال القرايه ولا بحال دابا شي خريجه ايه هنا زعما فهمتو مكتوش غادي شي حاجه بلاصه. هاد اللوك هذا غادي يكون اللوك ما قبل الاخر. ما يلبس داك التريكو البيض اللي كنت شريت من سوق لحد ب 20 درهم. لبستو مع ديك الجوبه ديال الجلد والسبرديله وزدت عليه السويك وجات اللبسه زوينه. وهذا غادي يكون اخر لوك فهاد اللوكات كاملين اللي شفتو. المهم هذاك الفرور حتى هو راه كنت خديته غير من الجوطيه وهذيك البيريه حتى هي من الجوطيه ديال سوق لحد والفرور من الجوطيه ديال مول البيجامات اللي كنت حطيت لكم فيديو ونعت لكم فين جاو داكشي. وصافي حد هنا كنقول لكم بلي الفيديو تسالى. مهم ما تنساوش قولوا لي في التعليق اين لوك عجبكم كتر فهادو كاملين اللي شتو. وصافي هادشي اللي كان. مهم البنات ما تنساوش ديروا ابوني وتبعوني في مواقع التواصل وكنبغيكم بزاف بزاف. بسلامه.